تشكل ولاية أضرار حديثا الاسم الجامع للأقاليم التاريخية التي شكلت المنطقة قديما، فكانت منطقة جرارة إلى الشمال من مقر الولاية، وتحديدا من قصر تبلكوزا شمالا وحتى حدود قصور تسابيت جنوبا، ثم منطقة توات الوسطى التي تتوسط بين منطقتي جرارة في حدودها الجنوبية وتديكلت في حدودها التي تبدأ من ضواحي منطقة رجان وحتى فجارة الزواب عين صالح. ويضاف إلى هذه المناطق التاريخية للولاية حديثا منطقة تمزروفت ودائرة برج باجي مختار. وإذا كان المؤرخون قد أجمعوا على إطلاق المصطلح توات على مناطق الولاية الثلاث من باب تسمية الكل بالجزء، فإنهم لم يتفقوا على تاريخ اختطاط الإقليم وعمارته، ولا على تفسير محدد وموحد للمصطلح توات، حيث ذهب به البعض إلى عهد الخليفة القائد عقبة بن نافع رضي الله عنه في القرن الأول الهجري، وذهب به البعض الآخر إلى المهدي بن تمارت الشيعي سلطان الموحدين في القرن السادس الهجري، وهو عنده من الأتوات، أي بمعنى المغارم المدفوعة من المنطقة إلى دولة الموحدين أنذاك. وفي كل يبقى الاختلاف الأساسي في أصل اشتقاق الكلمة توات ذاتها، هل هو من الفعل واتا يواتي، أو هو اسم للمغارم أي الأتوات، أو هو غير هذا وذاك، وإنما هو اسم أعجمي يحمل دلالته الخاصة تبعا للغته الأم، تكرورية كانت أو ترقية أو عربية. كانت منطقة توات وإلى وقت قريب منطقة عبور وتواصل بين مختلف الشعوب القاطنة، خصوصا في شمال إفريقيا وجنوبها، وبذلك شكلت المنطقة خيط تواصل وعطاء بين هذه الشعوب جميعا، ومن ثم انعكس الأمر إيجابا على واقع المنطقة، فعرف إنسانها كيف يستغل الظرف ويستثمر هذه العناصر ليشارك بها القطبين الشمالي وشمال الجزائر والمغرب وتونس ومصر وليبيا، والجنوب بعواصمه التاريخية الكبرى كتيمبوكتو وكانو وشنقيط وأروان وغير ذلك. وشهدت على كل ذلك أقلام المؤرخين الذين مروا بالمنطقة أو تحدثوا عنها، كابن بطوطة في القرن الثامن الهجري، وابن خلدون في القرن التاسع الهجري، والشيخ المغيلي في القرن العاشر الهجري، وأبو سالم العياشي وعبد الرحمن السعدي والقاضي محمود كعت في القرن العاشر إلى الحادي عشر الهجري، والحاج بن الدين الأغواطي في القرن الثالث عشر، بالإضافة إلى الرحالة الألماني جيرهارد رولف والمؤرخان الفرنسيان مارتان وبرنارد سافروا. عرفت منطقة توات على مر التاريخ بأنها أرض آمان واطمئنان، وكان غالب أهلها ضعفاء متضعفون، ولقلة ضعف أهلها وهضم قوة النفوس كثر فيها الصالحون والزهاد وأرباب القلوب، وتوافد في ذلك عدد كبير من العلماء والأولياء من كافة الأقطار العربية والإسلامية، مثل الشريف مولاي سليمان بن علي في القرن السادس الهجري، والشيخ المغيلي وأبو بكر العصموني في القرن التاسع الهجري، والزباي الطرابلسي، والعالم العبداللاوي بن طيب في القرن العاشر الهجري، والعالم سعيد قدور الجزائري في القرن الحادي عشر الهجري، وغيرهم وغيرهم كثير. ومع مرور الأيام ازداد التواصل وتوسع وتكثفت معه أشكال التفاعل الحضاري، ومن ثم انكبت النفوس على الطروس، وراحت الأقلام تترجم الأحاسيس والمشاعر وتعبر في دهشة وإعجاب عن واقع هذا التفاعل الحضاري، ومن ثم كان لنا هذا العمر الزاخر بالمؤلفين والمؤلفات، وفي شتى المعارف والعلوم من فقه وتفسير وطب وفلك وتاريخ وآداب ونحو وصرف وعروض وبلاغة وما إلى ذلك، واستودع كل ذلك في دور وزوايا متخصصة ومنتشرة بالإقليم انتشار أصحابها ومريديها، وقد بلغ العدد في بعض فتراته إلى أكثر من 50 خزانة للمخطوط، وبرقم قياسي لعدد المخطوطات وصل في بداية الستينات إلى أكثر من 21,000 مخطوط.
كل هذا ما كان لينتج أو يوجد لولا وقوف جملة من نخبة الفكر ورجال الإصلاح في المنطقة ومنذ قرون بعيدة، رجال حملوا لواء الفكر والأدب وراحوا يتصفحون لنا ذاكرتهم ومعارفهم ليعصروا لنا تجاربهم، رجال هانت في أعينهم المشقات حين قاسوا هذه الغايات، رجال ظلوا ولسنوات طويلة تحت وطأة الإهمال والنسيان على الرغم من غزارة إنتاجهم وأهميته لما يحمله من بوادر الاجتهاد والتجديد. لكن كل هذا ما كان ليصمد طويلا أمام خصوصيات المنطقة في كثرة رمالها وزوابعها خريفا وفرط حرارتها صيفا وقساوة برودتها شتاء، وهي عوامل لم تكن وحدها عامل ضياع وتلف لهذا الإرث التاريخي في غياب أبسط وسائل الحفظ الحديثة، بل زادها الإنسان نفسه بصمته السلبية بقصد أو بغير قصد. وسط هذه الأجواء الكارثية التي تعقبت أكبر ثروة تاريخية للمخطوط في الوطن قاطبة، انطلقت صفارات الإنذار وصرخات الاستغاثة المختلفة لنجدة ما أمكن من ذلك، فكان أن تشكلت مع بداية الثمانينات أولى خيوط العناية بهذا الإرث، ومعها عرفت المنطقة تدريجيا حركة وعي واهتمام أنبأت في مجملها عن حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع، وما حملات التوعية المختلفة لأرباب الخزائن من جهة ومدهم ببعض المساعدات وعلى قلتها من جهة أخرى إلا خير شاهد في هذا المقام. هذا دون أن ننسى تلك التجمعات والملتقيات المحلية والوطنية والدولية التي اتخذت من المخطوط محل دراسة ونقاش، وإن لم تكن في مجملها ترقى إلى مستوى ما ينبغي أن يكون في هذا المجال. وللوقوف معاينة على بعض مما سردناه من واقع المخطوط بالمنطقة وفي مرحلته المختلفة، كانت لنا زيارة خاصة إلى واحد من هذه الخزائن بالإقليم، وأعني بها خزانة كوسام لصاحبها الحاج طيب شاري البلبالي أطال الله في عمره. يقع قصر كوسام غرب مقر الولاية أضرار بنحو 5 كيلومترات تقريبا، يتوسط في ذلك قصور بربع وأولاد عروسة وبوزان وملوكة. وسط هذا القصر وبالقرب من أقدم مجلس للقضاء بالإقليم تراءى لنا باب القصر الكبير، وهناك كانت لنا دعوة الضيافة لزيارة الخزانة التي تقف قريبا من هذين المعلمين. وخوفا من ضياع وتلف المخطوطات داخل هذه الخزانة بفعل عوامل الطبيعة المتلاحقة، حرص الشيخ الحاج الطيب شاري على إعادة نسخ عدد كبير من المخطوطات النادرة، سواء التي هي بداخل الخزانة أو التي تحصل عليها من علاقاته الشخصية مع أرباب الخزائن الأخرى في الإقليم، مستعملا في ذلك بعض الوسائل البسيطة التي تمكنه من العملية كأقلام الحبر والورق المقوى، هذا بالإضافة إلى العدسات المكبرة التي تساعده على القراءة والنقل الصحيح للمخطوط. وقد توصل لحد الآن إلى كتابة ونسخ ما يزيد عن 70 مخطوطا وبنفس الطريقة القديمة تقريبا. هو نموذج فريد وطريقة رائدة وظفها الحاج الطيب شاري وبمجهوده الشخصي في محاولة منه للحفاظ على ما أمكن من هذا الإرث التاريخي من جهة، وبهدف تقريبه إلى أعين وأقلام الباحثين والمفكرين من جهة أخرى. والعملية بما تقتضيه من صبر وإتقان وجدت في أنامل الحاج الطيب أمانة ودقة علمية باهرة حفاظا على المخطوط الأصل كما وجد، وليضيف بذلك إلى عمل من سبقوه بصمته الذهبية الخاصة في نهاية المخطوط، وذلك بذكر اسمه وتاريخ نسخه وما إلى ذلك. هي مبادرة مميزة إذن اقتطع الحاج الطيب شاري وقتها ووسائلها من عمر شبابه وصحة جسده وقوت عياله ليوفرها لقمة سائغة وغذاء ناضجا لكل عقل بشري.
هي مبادرة وأية مبادرة، لكنها وحيدة وفريدة بين عشرات الخزائن وآلاف المخطوطات، ومع هذا تظل بعيدة عن أي استثمار حقيقي ولو بالكلمة الطيبة. ولولا حرص الرجل وإدراكه بثقل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه لوجد في تصرفات بعض الخواص وكثير من العوام في تعاملهم مع التراث عامة أيسر السبل للفرار من هذا الواقع. فإلى متى نظل نساوم أنفسنا في عبث وسخرية وتاريخنا يحتضر بين أيدينا يوما بعد يوم؟